الكثير من السيدات بتواجه مشاكل لما تيجي بتحط ميك اب، من اثار ندبات لاثار حبوب، ويمكن من اهم المشاكل اللي بنواجهها احنا كسيدات الهالات السوداء تحت العين. وما يحتاج اقول انه انا تحديدا يوميا قبل ما يبدا هوا طول الوقت اقول لهم في اسود تحت عيني، لكن عشان نقدر نلاقي حلول كويسه للهالات السوداء معايا في الاستديو الميك اب ارتست اثير. اهلا فيكي اثير. اهلين، هلا وسهلا اثير. طبعا أكثر مشكلة بتواجهها السيدة لما تجي تحط الميك اب، كيف تقدر تخفي الهالات السوداء؟ لكن في البداية إيش سبب ظهور الهالات السوداء غير المشاكل الصحية؟ طبعا كل اهتمام، سهر، وكمان ترطيب. إذا ما رطبتي أبدا تحت العين عشان مكان رقيق فيسمى يعني سبب اسمرار، فعشان كذا لازم ترطبين أول شيء. حالة. كمان في ناس يعني حتى يكون عندهم احيانا فراغ تحت العين فيعمل ظل، تبان هذه المنطقه شوي غامقه، وفي كثير من الناس يعملوا فيلر وغيرها، بس لو انا ما ابغاها تبان معايا من غير ما استعمل الفيلر. قصدك الهالات السوداء؟ ايوه. اول شيء كوركتر اورنج، الشيء الثاني يعتمد على لون كونسيلر يكون غامق وفاتح مع بعض. اوكي. عشان ما يبين لون رمادي، ما يبين فيه شهاب في اللون. حالة. طب احنا برضو بنشوف اثير في الوان كثير للكوركتور، في الاورنج، في البنفسجي، في الاخضر، وفي برضو كمان الاصفر. بس احنا تحديدا للهالات السوداء تحت العين، وانا راح اقوم بهذه التجربه، ابغاكي تعملي لي هي وعلى الهواء. انا حاطه ميك اب، راح امسح اللي موجود الميك اب تحت عيني عشان اثير ترجع تحط لي الكوركتور مع الكونسيلر، ونحاول نخبي الاسود اللي تحت عيني. في اسود تحت عيني؟ سؤال الابدي. فانا راح امسح اثير، وابغاك توريني وتوري كمان البنات او السيدات اللي بيتابعونا كيف نقدر انه احنا نخفف من السواد، او كيف نقدر انه نعمل الكونسيلر والكوركتور بحيث انه ما يقلب على لون الرمادي. اوكي، نبدا اثير. فتبداي تعملي لي. ما اعرف اذا انا الان مسحت كويس ولا لا، شوفي انت كملي لي. اول شيء لما نجي نمسح بعد شيء رئيسي ما تمسحين كذا. اوكي. طب طبعا. ها شفت، هذا اول غلط انا بعمله. إيه؟ عشان ما يسبب خطوط بعد. اوكي. الشيء الثاني ناخذ اللون هذا اللي الأورنج. مو اورنج مره عشان أوكي. ما فيك هالات اوفر. اي ناخذ نسبه الحمد بسيطة. لله ما في هالات. لا ما شاء الله كويس. بس نحط ذا الطريقه. اي شايفين كيف؟ هذا يعتبر كلر كوركت صح؟ ايه. اوكي. مصحح احيانا الناس يعني بيحطوا على طول الهايلايت او عفوا الكونسيلر تحت العين وما يستعملوا الكلر كوركت، فبالتالي يبان اللون على جراي شوي. ايه. في هذا الحال تكون مثلا الهالات حقتها مره غامقه تقوم تستخدم كونسيلر فاتح. اوكي. فيصير رمادي. ايه، فتختار يعني كوركتر غامق على حسب الهالات. تعرفي أثير كمان قالوا لي ممكن بعد ما تحطي اللون الأورنج لا تحطي كونسيلر قريب منك، لا حطيه برضو أغمق يعني الكونسيلر لا يصير فاتح. إذا الهالات كانت مرة غامقة فالحين راح أحط. ويتهيألي برضو طريقة حط الكوركتور والكونسيلر أثير لها دور. طبعًا. يعني زي ما أنت قلتي أنا لما جيت بمسح على برا لازم برضو طبطبة صح؟ طبطبة. أصلا الكونسيلر شوفي أنا كيف حطيت طريقة مرة بسيطة، راح كذا اطبطب. هو يتفضل طبعا انك تحطيه قبل ما تستعمل الفونديشن صح؟ اول شيء تضبطي الالوان اللي في البشره. إيه والمشاكل بعدين تحطي الفونديشن. بس بنشوف ناس مثلا بيستعملوا بيبي كريم او انهم يرطبوا بشرتهم بالبيس هذه او البرايمر بعدين يبداوا يحطوا الكلر كوركت والكونسيلر. انا عن نفسي احب اول شيء احط الكوركتر اول عشان شيء. اشوف لو حطيت اول شيء مثلا كونسيلر فوق الكوركتر او فونديشن هو راح يطلع لي رمادي لاني ما صححت اللون الهالات. تمام. وطبعا نفس الشيء نطبق للناس اللي عندهم اثار وحبوب. طبعا راح اسوي، شفتي كيف دمجت وتوزعي على برا. اي وبعدها كذا خلاص. بس ما شاء الله يعني غزل ما فيها هالات اوفر ابدا الحمد لله. فعشان كذا ما طول السنه هي تعبت بالهالات. لا ما شاء الله طول السنه انا متعبتهم في موضوع في اسود تحت عيني في اسود تحت عيني، لانه يعني لو كان في اثير وحطينا الميك اب بطريقه غلط كل الميك اب حيخرب، كل الشكل العام والمنظر العام نور يعني في الوجه ما يتبان منور. بس ما شاء الله ما في تبارك الله كذا. شفتي كيف؟
بس اهم شيء الاعاده اهم شيء لما تيجين تحطين الكوركتر تدمجينه، ما ينفع كوركتر بعدين على طول تستمينه تحطين كونسيلر. طب لما نحط الكوركتر الاورنج بعد قديش ابدا احط الكونسيلر؟ يعني قديش اخليه على العين نفسها؟ على طول اول ما تخلصين تدمجينه كذا بطريقه طبطبه، بعدين شوي تستنين ينشف بعدها تحطين كونسيلر، عشان لو حطيتي على طول ورا بعض راح يتلخبط اللونين مع بعض فيقلب على رمادي. طيب. اوكي يعني لازم يديله بريك اللون الاورنج في البدايه. طيب في ناس كمان بعد ما يحطوا الكونسيلر يصير مخطط تحت العين، كيف ما نعمل هذا؟ ايش اللي نقدر نسويه عشان ما تبان هذه الخطوط؟ اول شيء الكونسيلر لما تحطه تستنى عليه، مو على طول تحط الكونسيلر بعدين على طول تحط الباودر، اول شيء راح يكتل والشيء الثاني راح يخطط. تمام. فعشان كذا اول شيء نحط الكونسيلر ونستنى شوي لين ما ينشف، بعدها نحط اي باودر، لوس باودر او كومباكت باودر. يفضل ما يكون فيها لون طبعا، الشفافه البودره الشفافه والبنانة الصفحة البنانة. إذا تبغى تنوير يعني حلو حلو. طيب بالنسبة للألوان الثانية في الكوركتر زي الأخضر أو في برضو هنا البيربل، أنت بتستخدمي الأخضر لإيش والبيربل لإيش؟ الأخضر للي عندهم حبوب حمراء، أو كمان في ناس عندهم ما شاء الله أحمرار في الخد أو العروق، أحيانا عندهم عروق العروق الخضراء أو البيربل تستخدم اللون الأصفر، الأصفر هو يوحد اللون في هذا الحال. وكمان اللي فيهم كدمات، اذا في كدمه تستخدم اللون الاخضر والاورنج والاصفر كلهم مع بعض. اما كيف كلهم مع بعض؟ إيه كلهم مع بعض يعني تحطينا مثلا كذا كلهم ثلاث الالوان على نفس الكدمه. تمام اوكي. الشيء الثاني اللون البيربل للبشره الشاحبه اللي فيها ارهاق كذا، هي يعني توحد اللون يعني تخلي الوجه رايق. حلو. يعني هذا ممكن اي حد يستعمله، مو شرط ان واحد يكون عنده مشاكل في البشره. اللون البنفسجي لا لا عادي تحطينه بعد قبل الفونديشن، تبغين بعد نظارة اوكي نفس الوقت يعطي نظارة. طيب بالنسبة للهالات السوداء ايش في مثلا حلول انت بحكم وجهة او من وجهة نظرك كميك اب ارتست وخبيرة في الامور دي، غير ناحية الميك اب؟ يعني في مثلا ناس كثير انا اسمع يقولوا مثلا تحطي بطاطس، ايش عندك مثلا خلفية عن الموضوع ده؟ انا احب كل شيء كريمات، يعني ما احب خلطات لان تطول، فالكريمات اهم شيء ترطيب. في يعني سوري ماسك اي ماسك تحت العين يجيك جاهز تحطينه، حلو مره للهالات. احنا بنشوف هنا عندك اكثر من نوع للكونسيلر، كنا شايفين هنا عندك هذا الكريمي وكمان شايفين هذا الثاني لونه اللي يجيك زي الستيك صحيح؟ اعطيني اياها هذه. ايوه هذه كمان من الاشياء اللي تحسي انها يعني سهل الواحد يدمجها. سهل اي سهل أيوة. إذا بس أنا أحب الكريمي أكثر، أحس إنه للدمج بيكون أحسن صحيح؟ لا شوفي إذا كنتي متمرسة بالفونديشنز تحطين عادي. أنا أفضل الليكويد أيوة. أول شيء اللي يكون نفس ما قلتي كريمي، بس الستيك شوي يكون ثقيل في وقت الشتاء. أي اوكي يعني نوع الكونسيل نوع الكوركتر عفوا مهم برضو على حسب نوعيه البشره قصدك؟ اكيد إيه. اثير يعني شرفتينا ونورتينا، لقينا حل غزل يعني. انا حشرك هذا اللون الاورنج وحشرك البيربل كمان هديه مني لك لعيد ميلادك. شكرا والله يعني انت حترتاحي وانا حرتاح كلنا حنرتاح واكيد كل الطاقم في سيدتي حيرتاح من الموضوع. يعني خطوه جريئه اللي عملتيها اللي قدرتي تمسحي الكونسيلر على الهواء، شكرا لوجودك اليوم يا اثير، شكرا يا غزل انك انت كمان سمحتي لنا نعمل هذه التجربه معاك. أكيد مشاهدينا كده نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة في ذات الموعد في أمان الله.